بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم ومرحبا في حلقة جديدة من صوت تركستان، والتي نقدمها من تلفزيون تركستان الشرقية. تركستان أرض غالية، أرض حرة، دولة مساحتها 60 مثل فلسطين، والقيمة أو ليست بالمساحة، حتى لو كانت شبرا من الأرض فالحق هو الحق، وليست الدول قيمتها بالمساحة أو بالغنى أو بالفقر، وإنما الانتماء الوطني والإخلاص للحق لا يرتبط بالمساحة. يعني أنت تحب أبوك وتحب بيتك وإن كان فقيرا، ولن يزداد هذا الحب بالمال أو بالثراء، وإلا صار نفاقا. فتركستان محتلة منذ العام 49، 70 عاما من الاحتلال، بلغت لدرجة أن الناس تشارك المحتل في وصفها بالاسم الصيني تشانغ يانغ. دولة تشانغ يانغ المكذوبة هي تركستان الشرقية التي عاصمتها كشغر، وشعبها الآن يرزح في معسكرات أدانتها الأمم المتحدة في شهر أغسطس، حين قالت لجنة منع التمييز العنصري أن على الصين أن تتوقف عن الزج بالملايين في جريمة من العجيب أن العالم يرضى بها ويسكت عنها، وكأن جسد العالم أصبح يقبل الأمراض والأورام. هذا الجرح النازف يجب أن تمتد الأيادي وترفع الأصوات للمطالبة بعلاجه. معنا للحديث عن جرح تركستان النازف فضيلة الشيخ سراج الدين عزيزي، نائب رئيس هيئة علماء تركستان. بنرحب بحضرتك. فضيلة الشيخ، من الظواهر التي ليس لها مثيل في العالم ظاهرة التوأمة أو الصداقة، أن كل بيت مسلم تأتي سلطات الاحتلال وتضع فيه مقيم ليس من الأسرة، تأتي بصيني شيوعي ليجلس مع المسلمين في بيتهم ويطلع على أسرارهم وعلى عوراتهم. كيف يعني؟ أنا مش قادر أتخيل هذه المشاركة أو المعايشة. كيف يدخل إنسان داخل ثيابي أو يدخل داخل بيتي ويأكل من طعامي بالقهر والإجبار؟ هل هذا حقا يتم في تركستان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مع الأسف هذا الواقع نحن نعيشه منذ سنوات، ليس جديدا. يعني حتى أيام كنا نحن نعيش في تركستان ونحن صغار، الصين بإعلامها بموظفيها بكل إمكانيتها كانت تدعي التجانس القوميات، تجانس القوميات أو صداقة القوميات. في نفس الوقت كانت تمارس التمييز العنصري ضد كل قومية غير الهان الصيني. والآن بدأت وتيرة تذويب العرقي أو الهوية الإسلامية، هوية الوطنية، فأرسلت حسب وسائل الإعلام العالمية أكثر من 1,000,000 موظف يتوزعون في الأسر، في بيوت الناس. يعني 2-3-4 حتى 1 من الصينيين هم أصلا شيوعيين ملحدين، يدخلون في بيوت، يعيشون كل شهر شهرين، أسبوع أسبوعين معهم، ينامون معهم، يأكلون معهم. هذه أصلا لمراقبتهم، هل هم متدينون فعلا أم يصلون أم عندهم يعني نشاطات غير ملائمة للتعاليم الحزب الشيوعي. فهم يكتبوا تقارير، وحسب التقارير أصحاب الأسر أو أسر أفرادهم كلهم إما يعتقلون أو هم يكونون معهم. نعم. يعني هذا يعني إبادة حقيقية لشعب كامل بكل معنى الكلمة. يعني يدخل بيتي موظف يقيم معي شهر أو شهرين ليراقب تصرفاتي وسلوكي، كي هل أصلي، هل أتوضأ، هل أصوم، يعني هذا ما يتم. صحيح. يعني حتى مع وجود الموظفين مستحيل واحد يصلي أو يصوم، لكن مع ذلك يعني صاحب البيت بكل يعني سرية يحاول أن يصلي حتى بالإشارات.
بالإشارة، وحتى لو يصلي بالإشارة لو علم أن هذا يصلي على طول يبلغ، يبلغ ويعتقل. يعتقل. في جريمة أخرى حدثت في مدينة هامي، وهامي هذا اسم صيني لمدينة اسمها قمول، هي طلب سلطات مدينة قمول التركستانية أو هامي بلغة المحتل الصيني، طلبت من كل من يشعر أن في نفسه ميل للإسلام أن يسلم نفسه. يعني أسلم نفسي لأن لدي فكرة، أحب الله، أحب القرآن، أحب رسول الله، إذا كنت تحب الإسلام ورسول الإسلام اذهب وسلم نفسك وقل لهم أنا مجرم، أنا أحب الحق. هل هذا يجري في تركستان؟ يعني هذا يعني شيء مؤسف جدا أو مضحك، أنك تسجن جميع أفراد الشعب وثم تعلن أنك تسلم نفسك. يعني هذا يعني تضليل الرأي العام حتى في داخل الصين أو العالمي. يعني في الواقع من يسلم نفسه أنه مسلم، يعني إذا سلم نفسه أنه مسلم معناته تخلى عن دينه، يعني يذهب يقول لهم اقبضوا علي أنا مسلم. أي. إذن فالصين ترى أن كل من يطوفون حول البيت الحرام هم مجرمون يرتكبون عمل إرهابي. الصين ترى أن كل من يتناول السحور أو يفطر في وقت الصيام هو مجرم يهدد السلام العالمي. الصين ترى أن كل من يتوضأ ويتوجه إلى القبلة ليخفض رأسه لله تبارك وتعالى ويسبح ويستغفر ثم يجلس للتشهد ويسلم، الصين تراه مجرما. أعتقد أن إذا كانت الصين صائبة في هذا الاتهام فعلى 1.5 مليار مسلم أن يسلموا أنفسهم بهذه التهمة، أليس كذلك؟ صحيح. يعني لكن هناك نقطة يعني مهمة جدا، هذا صار تدرج. يعني قبل من بداية 2018 الصين أعلنت أن هناك أي مسلم لديه سجاد ومصاحف يسلم للسلطات، وفعلا هناك صار تسليم، وفي بعض الناس أخفوا المصاحف وسجادة صلاة داخل الجدران بأي طريقة، وأغلبهم سلموا تجنبا من المعاقبة. الآن هي تدرجت وتطورت إلى تسليم نفسه لإيمانه في قلبه، بالاكتفاء بالإيمان في يعني بعد تسليم المصاحف تسليم المسلم عسى أن يكون هناك آية أو سورة محفوظة في قلبه. هذا ربما يكون نداء على المسلمين في المغرب وعلى المسلمين في الجزائر وعلى المسلمين في السعودية وفي العراق أن يتوجهوا إلى سفارة الصين في بغداد وسفارة الصين في الرياض وسفارة الصين في الدار البيضاء، قولوا لهم نحن مسلمون فماذا نفعل في أنفسنا. ربما السفير الصيني لديه حل، ربما السفير الصيني يعتقلنا في ديارنا. هل يعني وصل حرب الكفر والعناد والمكابرة إلى هذه الجريمة التي تستوجب السخرية أم الضحك أم البكاء، أم تستوجب أن يسأل كل منا نفسه هل نحن حقا على الحق، وهل نحن ننتمي لهذه الأمة، وهل جراح تركستان تؤذينا، وهل تركستان تنادينا، وهل علي دور كإنسان وكمسلم وكعربي تجاه هذا الشعب المحاصر الذين ينادون في أذنه سلم نفسك إنك تحب محمد. فضيلة الشيخ سراج، نشكر حضرتك لمشاركتك اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يأتي يوم يفتخر فيه المسلم بأنه إنسان وأنه حر في وطنه، وأن تتحرر كل بلاد المسلمين بثبات أهل الحق أجمعين. نراكم على خير في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.